وقد تنتهي كل الدروب إلا درب واحد، وقد تغمض كل العيون إلا عين واحدة، إنها عين وادي العين. وأي عين هذه التي يغمض لها جفن وأمامها هذا الجمال الآسر والتاريخ الفاخر والتراث الباهر؟ درب دليله النخيل الأخضر، ورفيقه بندقية عربية أصيلة، وحاديه صوت دان رخيم يمضي مع تباشير الصباح من الغيظة، ماراً بقرى طينية ليحط بضائعه في سوق الرابية ويصلي الظهر في جامع السفيل العتيق، ويحتسي فنجان قهوة في الباطنة، ويقضي ليلته في دار من دور الضيافة. لم نمضي بعيداً عن وادي دوعن، فهو هنا في الجوار خلف هذه الجبال، لكننا في تجوالنا اليوم سوف نرى عالم آخر وجمال آخر وحياة أخرى. في نهاية روافد وادي حضرموت الكبير ثمت حياة طبيعية فطرية تستحق منا العناء والسفر، تاريخ حي ومستمر منذ الأزل في الجلات والسفيل، وشواهد حضارية في الباطنة والرابية. تجوال حلقة هذا اليوم سيكون في وادي دوعن بوادي حضرموت، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وادي العين أحد الروافد الرئيسة لوادي حضرموت، يقع بين وادي عدم ووادي دوعن، ينحدر تدريجياً حتى مصبه، وعلى ضفتيه تتناثر القرى واحدة تلو الأخرى تحت أقدام الجبال، ابتداءً من قرية الحصون شرج الشريف حتى القرى المتاخمة لمنطقة حورة. يسكنها 12,000 نسمة، ومن أشهر قرى وادي العين الباطنة والسفيل وغورب والهشم والقاهرة ومنخوب والبويرقات وغيرها كثير، حيث يوجد به نحو 30 قرية متفرقة. تستقي هذه القرى من عيون الوادي التي توفر لسكانه كميات هائلة من مياه الشرب العذبة النقية، وينتسب اسم الوادي إلى تلك العيون الموجودة في قرية الغيظة أو الغابة التي تقع على رأس الوادي. تنساب مياه العيون صافية كصفاء قلوبهم، عذبة كعذوبة حديثهم، مخترقة غابات النخيل التي اصطفت بشكل مستقيم تنتظر دورها في الشرب. رغم صعوبة كل شيء هنا، التضاريس والبيئة والمناخ والطريق ومصاعب الحياة، إلا أن الإنسان هنا يمضي حياته سعيداً جانعاً متمسكاً بأرضه ومفتخراً بها. تاريخ وادي العين موغل في القدم، فحيث الماء والكلاء تواجد الإنسان وبنى حضارته، فقد بيّنت المسوحات الأثرية القليلة العديد من المواقع الأثرية والتجمعات السكانية القديمة ومعابد ومنشآت ري كبيرة ظهرت في الفترة التي سبقت القرن السابع قبل الميلاد تقريباً. وقد اكتشف معبد للمعبود الحضرمي القديم المعروف باسم سين إلى الجنوب من قرية عدب، وبقايا لمدينة كبيرة تقع قرب مراوح، وهناك آثار قديمة
تقع إلى الجنوب من قرية لقلات، تتحدث عن نفسها بقايا منشآت الري وأساسات المعابد والمباني. احتل وادي العين موقعاً تجارياً مهماً، وفاقت شهرته حدود حضرموت، لتؤيد لنا الاكتشافات الأثرية اليوم ما جاءت به النصوص التاريخية القديمة التي تذكر أنه كان هنا سوق يعقد في إحدى قرى هذا الوادي بين منطقتي البويرقات وغورب، بالتزامن مع بدء سوق عكاظ في مكة، ألا وهو سوق الرابية. ولم يكن سوق الرابية خاصاً بحضرموت ومن حولها، ولكن كان كثيراً ما يأتيه الناس من بعيد، وكان لقريش قوافل إلى هذه السوق ترسلها في تجارتها. وكان وقت هذا السوق من منتصف ذي القعدة حتى آخره. هنا كانت العرب تنقسم عن نفسها، فقسم يذهب ليتاجر في عكاظ، وقسم آخر ييمم نحو الرابية بحضرموت. تلك كانت آثار وادي العين في فترة ما قبل الإسلام. أما في العصر الإسلامي فكان لوادي العين دوراً مهماً في نشر العلم والإسلام ورسالته السمحة وعلوم الشريعة، وحفظ لنا الزمان هذا المكان. تعالوا بنا نتعرف على قصة هذا المسجد التاريخي الشهير. بين هذه الجدران الخريبة وبقايا مقبرة قديمة وحقول نخيل تحيط بالمكان، يقع هذا البناء المكسي بالنورة كمعلم ديني مهم وشاهد حي على ذلك الدور التنويري. إنه جامع السفيل القديم، أقدم مساجد الوادي، إذ أنه يعد منارة من منارات الهدى والنور، ومعلما من معالم التاريخ، وشاهداً حياً على ما كان للأجداد من عظيم الأثر وصلاح الحال. فقرية السفيل حوطة علمية للمشائخ من آل باوزير، وجامع السفيل القديم يعد أنموذجاً من نماذج العمارة الإسلامية في حضرموت. وقد وجد تاريخ توسعة المسجد مكتوباً في سقفه سنة 813 للهجرة، وللمسجد مئذنتان سقطت أطولها في رمضان سنة 1411 للهجرة، والمئذنة الثانية بشكلها المربع المزين بخطوط خضراء ما تزال ماثلة للعيان تتحدى السنين والأزمان. أعزائنا المشاهدين، نلتقي الآن بالمنصب الشيخ أحمد بن أبو بكر بن سعيد بن عبد الله باوزير. حياكم الله الشيخ المنصب أحمد بن أبو بكر باوزير، منصب البوازير في وادي العين. حياك الله. الله يكرمك. سعد بوجودكم ما بيننا في منطقة السفيل. حياك وادي العين. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. المنصب، لو تحدثنا باختصار عن تاريخ جامع مسجد السفيل. والله جامع السفيل هذا جامع تاريخي قديم، ومع الأسف ما في تواريخ دقيقة، لكن حسب الروايات أنه إنشي في القرن الثامن للهجرة، ويعتبر أول جامع على مستوى وادي العين. هو جامع السفيل، جامع قديم تاريخي أثري، ويعتبر أول جمعة قامت في وادي العين في هذا الجامع، هو جامع السفيل. جامع قديم تاريخي له تاريخ قديم، لكن يعني كانوا يأتون له من جميع المناطق، من جميع المناطق المجاورة. من جميع المناطق طبعا، من جميع المناطق. رمم هذا المعلم التاريخي لمرات عديدة، وحفظ لنا التاريخ ترميم الشيخ سالم بن أحمد بن سالم بن سعيد بن عبد الله المكنى بودويلة سنة 1213 للهجرة،
وقد سجل تاريخ تجديده على أحد أعمدة المسجد، وهي عبارة عن أبيات شعرية يقول فيها: سالم بن أحمد وإخوانه، وعود نجار ويد بنت، وإن شئت حفظاً لتاريخه فقل في سنة خير جت. طيب المنصب، إلى أي مدى أبقت الترميمات الطينية الأخيرة على المسجد اللي هو حافظت على شكله قديماً وفي الوقت الذي نراه الآن في الوقت الحديث هذا؟ طبعاً نحن حريصين على الحفاظ على تاريخه، نفس النمط، لأنه مبني من الطين والأخشاب العلب، وإحنا عندما نوينا على ترميم بدأ الانهيار يسبر به، حرصنا على يبقى على نفس النمط، النمط القديم، نفس النمط ما شيء تغير فيه أبدا، هذا هو نفس النمط هذا القديم حقه. اللهم دخلت عليه المكيفات والمراوح واللمبات، الأشياء الحديثة. نعم أشياء حديثة، لكن باقي الأمور كلها بالطراز القديم. نفسه 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 القديم، لأن هذا تاريخ ويجب الحفاظ عليه. الترميم الأخير على يد الشيخ أبو بكر بن سعيد بن عبد الله المنصب في شهر رجب من سنة 1438 للهجرة، بعد أن تعرضت إحدى مناراته للسقوط فرممت جدرانه، ويكتسي المسجد من الداخل مهابة الأوائل، وتشهد أرجاؤه بصلواتهم وخلواتهم. ما زال المسجد محتفظاً بأعمدته الخشبية الحاملة لسقفه الخشبي المزين بكتابات قديمة تحوي آيات قرآنية وأدعية نبوية، ويقف منبره الخشبي القديم إلى جانب محرابه بألوانه الجميلة وزخارفه القديمة. وتوجد بجانب المسجد البئر التي كانت ترفد المسجد بالماء، ولجميع المساجد القديمة الأوقاف الكثيرة من الأراضي الزراعية والنخيل، ولكن يتميز جامع السفيل بأوقاف متنوعة، فهناك وقف على إمامة المسجد، ووقف آخر على ماء الوضوء للمصلين، ووقف آخر على تفطير الصائمين في شهر رمضان، ووقف آخر على ماء الشرب العذب البارد. وهناك وقف غريب عجيب، حيث خصص لتوزيع شيء من التمر بعد أداء صلاة الفجر في البرد الشديد في نجمي البركان والهقعة، وذلك بهدف تعود الناس على الخروج لأداء صلاة الفجر. طيب المنصب، برأيك ما أهمية وجود الأوقاف اللي مثل هكذا جوامع ومساجد، وخصوصا أنه في ظل نرى في الوقت الأخير ربما مساجد كثيرة بلا أوقاف؟ نعم، هذا بالنسبة للأوقاف، أوقاف كثيرة عليه ومفصلة. أوقاف أولا على السراج، السراج اللي هو اللمبة حق أول حق زمان، قبل القاز الصغير، في وقف بعد صلاة التراويح خبز وزعونه، لأنه كان زمان حسب ما نسمع أنه يصلون التراويح آخر الليل، ويعتبرون هذا الخبز اللي يوزعونه بعد صلاة التراويح كأسحور، يعني رضى الناس تعباني. وفي وقف اللي هو غرفة السفين، هذا دعم للمنصب وضيوفه ومقامه، والعابر السبيل، عابر السبيل يأكل منها، يقصد هذا البيت، يقصد هذا البيت ويجي هاكل جاهز. يعني أيضا لاحظنا شيء منصب، أنه سبحان الله الجو الروحاني في هذه الجوامع والمساجد القديمة طبعا، يعني لا زالت محتفظة، الأرض موقوفة حقه، الأرض موقوفة حق الجامع، تحس بالروحانية في المساجد القديمة، هذا تحس بالروحانية، يختلف على الجوامع الجديدة، صحيح تحس بالروحانية فعلا. وقد أوقف لمسجد السفيل الكثير من النخيل والأراضي الزراعية لتغطية تلك المقاصد الحسنة، وليستمر دوره التنويري والتعليمي ومكانته الدينية في مجتمع وادي العين. وكذلك أوقف المشائخ من آل باوزير جل أموالهم على المساجد ومقاصد الضيافة وعابري الطريق وأمان السبيل.
فكرة جميلة يا منصب حقيقة. الآن هذه اللي تحدثت عليها موضوع الوقفيات أو دار الصدقة، لكن يدر وجود هذه يعني في الفترة الأخيرة اللي هو هذا النوع تحديدا من الوقف، برأيك ما السبب إلى ذلك؟ والله دار الضيافة في الأول مسمى عندنا متعارف عليه غرفة السفين. غرفة السفين نعم، نسبة للمنطقة هكذا اللي انتوا نسبة للمنطقة نعم. فأوقفها جدنا المنصب الشيخ سعيد بن عبد الله وأسسها لأمرين. الأمر الأول إكرام الضيف وعبر السبيل، والأمر الثاني دعم للمنصب. كانت ظروف الناس صعبة ووقت صعيب جدا على الناس نعم، فيقوم بالدورين هذا، دعم للمنصب الضيوف المنصب وكرام الضيف وعبر السبيل. يجي الإنسان تعبان ظهرية آخر الليل يحصل له ما وهنا ومشرب وماكل. جميل. أي من كان من أطراف المنطقة أو من خارج أي مكان، من أي مكان. هذا الدور الأساس بغرفة السبيل والصدقة، وعليها أوقاف كثيرة، أوقاف مال ونخيل طبعاً على القصر، ماشي مزارع ولا شيء عماير، على القصر بس، كله على القصر. نحن الآن يا منصب شاهدنا البيت من الخارج، لكن إيش رأيك لو تطوف بنا ونتعرف على التفاصيل ومن الداخل؟ هذا جددناه تقريبا في 2010. يعني هو ما كان قبل كذا، كان البيت قديم، كان طين، كان طين وبحجم صغير، حجم صغير طين. الحين جددناه وفقاً ما يتطلب الوقت. جميل، طيب خلينا نتعرف على التفاصيل من داخل. تفضل بعدك. أسست دار كمبادرة مجتمعية عمرها مئات السنين، وما زالت مستمرة، تقوم حالياً بإيواء الغريب وعابري الطريق والمسافرين، ليجدوا فيها الطعام والشراب وسقفاً يحميهم حر الصيف وبرد الشتاء لمدة 3 أيام. وفي وادي العين عدد من هذه الدور، منها صدقة أحمد بن محمد باوزير مولى الثاغر بجانب مسجد قرية لقلات، وبيت آل علي بن عبود في قرية بامقعين، وغرفة السفيل بجانب جامع السفيل الجديد. ما شاء الله يا منصب، تصميم جميل جدا يلائم يعني حديث انتم سويتوه، يلائم متطلبات واحتياجاتكم في الفترة الحالية. لو بسألك يا منصب عن دور الضيافة في الوقت الحالي، ايش الدور اللي يقوم به؟ والله الوقت الحالي الدور اقل مقارنة مقارنة بالاوقات الماضية، اقل كثير. ليش؟ الان المواصلات، كثرة المطاعم، ما احد يجي، نادر يجيك ضيف يجي لعندك للبيت، ما تحتاج الا تستخدم الان للمناسبات. مثل ايش المناسبات؟ المناسبات عزاء، عزايم، ضيوف كثار جوله عندنا استخدمه هنا. اما بالنسبه للعابر السبيل الان قل خلاص، نادرا نادرا. بالنسبه قل للمواصلات ولا كثره المطاعم، يعني الفترات الماضيه مثل ما قلت بسبب قله المطاعم يشرون عجيلهم، يعني يجي هناك وذو محدد المكان ما ناجح، تعبان تعبان ناجح، وهذا ما وال تعتبر ما مشهوره معروفه. وبتكلم عليها تقريبا محمد عبد القادر بمصرف عن اوقاف البوزير وهذا الدور يقوم. لكن جميل مثل ما قلت يا منصب انه لا زال عدو مفتوح في المناسبات هذه. نعم بالنسبه نعم للمنطقه نعم المجاوره نعم في الافراح والاتراح نعم لا سمح الله. نعم نعم نعم. بموقعه الذي يتوسط محافظة حضرموت، أصبح وادي العين طريقاً مهماً للمسافرين وعابري الطريق منذ مئات السنين، فموقعه يجعله يتوسط مناطق ساحل حضرموت وواديه عبر هذه الجبال التي تعتلي وادي العين هذا. هذا الطريق الإسفلتي يخترق جميع قرى وادي العين،
ويربط بين مدن ساحل حضرموت ومديريات الوادي وبقية محافظات الجمهورية، كما يعد طريقاً دولياً يربط البلاد بدول الجوار. وقد فطن رجال المبادرات المجتمعية إلى دور وادي العين في تسهيل عبور المسافرين وعابري السبيل. في الوقت الحاضر، رغم توفر المواصلات وسرعة الوصول، إلا أن هذه البيوت ما زالت تؤدي دورها. فهناك على سبيل المثال من تمنعه السيول في مواسم الأمطار التي كثيراً ما تمنع مرور السيارات لساعات، أو المرافقين للمرضى الذين يأتون إلى مستشفى بابكر الخيري بوادي العين، والذي يشتهر بإقامة المخيمات الطبية طوال العام. ولضمان استمرارية عمل هذه الدور والمبادرات المجتمعية، وضعت لها أوقاف ومزارع يعود ريعها على هذه البيوت لتقدم الأكل والشرب للعابرين، وليقدم لنا وادي العين أنموذجاً مشرفاً من نماذج المجتمعات اليمنية. مجتمع وادي العين مجتمع نموذجي في أعرافه وقوانينه، ومن أهم مؤسسات الضبط الاجتماعي وظيفة المنصب، وهو لقب عرف به بعض رؤساء فئة المشائخ بحضرموت لصلاحهم وتفقههم ودورهم الاجتماعي في إصلاح ذات البين. هيا بنا نتعرف على المنصبة وأدوارها ومهامها. نال المناصب احترام الحكام ورؤساء القبائل وساكني قراهم، تقبل شفاعتهم وتسمع كلمتهم. وباعتبار قراهم مناطق مأمونة، فهم يسعون إلى الصلح ووقف الفتن والحروب والخصومات والقيام بخفارة القوافل والمسافرين. وأصبحت قراهم حوط كان لها عظيم الأثر في نشر السلام المجتمعي بين الناس. إذن أعزائي المشاهدين، نحن الآن في ضيافة المنصب الشيخ محمد سالم با عبود بن عبد الصمد با وزير منصب آل بن عبد الصمد في وادي العين. مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وشرفتونا وزدتونا شرف إن شاء الله. حياكم الله منصب. الله يحييك. في البداية منصب، لو تعرفنا عن ما هي المنصبة، وما هي أيضا وظيفة المنصب بشكل عام، وأيضا كيف استطعتم أن تحافظوا على دور المنصب منذ قرون حتى هذا اليوم؟ التنصبة عبارة عن الفخذ أو القبيلة ينصبوا شخص بعد وفاة المنصب، ينصبوه بالتشاور فيما بينهم وفي العائلة نفسها التي فيها التنصبة. المنصب دوره في المجتمع هو الإصلاح ذات البين بصفة عامة، والفتن يطفئها في أسرع وقت ممكن، وعدم تشعب المشاكل، والحفاظ على الموروث الاجتماعي في المنطقة من عادات وسوالف والموروث الاجتماعي يعني في المنطقة. المنصب الدور الأساسي له في المجتمع هو إصلاح ذات البين وردع الخلافات، ويجي دور خارج نطاق الوادي مثلا في الفتن ما بين القبائل، أو المنصب عليه أنه يطفئها. عاداتنا تسير مع تعاليم الدين الإسلامي، ما تفرق عنا أبدا، وما في شيء خالف الدين الإسلامي إلا أشياء كانت بسيطة وانقرضت. يعني الآن لما جاءت الأجيال اللي هي واعية، مع أن الأجيال اللي كتبت القوانين وسنتها والأعراف كانت متعلمة أكثر مننا، كانوا أهل علم وأهل دين، يعني كل حاجة وضعوا لها صدقة، يا أما نخل أما قطعة أرض ويمسكها، وهذا تروح ريعها للمؤذن أو للمسجد. فالصداق عندنا هنا بشكل مهول في الوادي. طيب
طيب المنصب، ما هو الدور المنوط بالمنصب طبعا في ظل وجود مؤسسات الدولة، أو أيضا ربما نقول نحن في ظل عدم قيام المؤسسات في الدولة بواجباتها وأدوارها الصحيحة، ما هو الدور المنوط بكم كمنصب؟ والله شوف، في حالة الخلافات أحيانا الطرفين المتنازعين ما يفضل إنه يروح مثلا عند المنصب أو المقدم، قد يعني واحد من الطرفين يقول هذا المقدم قد يكون طرف في القضية مع الجهة الثانية، وهو من حقه أنه ما يجي، وما هو ملزوم أنه يجي عند المنصب، فيطلبون أنهم يروحون للدولة. الدولة لما يروحون لها، المسميات عندنا هنا القاضي أحيانا إذا كان مثلا من محافظة ثانية يجهل المعلومات نهائيا، فيضطر يطلب توضيح من المنصب أو من عاقل الحارة، أو يعني أغلبها يرجع للمنصب، يطلبون توضيح ما معنى كلمة هذا، كيف هذا، وأحيانا يرجعهم هم الدولة يرجعهم للمنصب للعاقل، لأن قلت لك هنا لأن عندنا يعني زي ما تقول قانون موضوع للتعارف عليه فيما بيننا البين. يعني عندك مثلا في سقاية الماء أيام وقت السيل، يعني في هذا الجرب يشرب والجرب الثاني ما له شرب إلا بعد ما يستكفي الأول. يشتهر وادي حضرموت ووادي العين بالعديد من الوجبات والأكلات والأطباق الحضرمية المميزة، من أبرز هذه الوجبات العصيد. زميلنا باسم بايمير منسق حلقة تجوال في وادي العين أصر بأن يدعو طاقم البرنامج بأن يتذوقوا هذه الوجبة. دعونا نذهب ونتذوق ونتعرف على وجبة العصيد، هيا بنا. مشاهدينا الكرام، لازلنا نتجول وإياكم في حلقة هذا اليوم من وادي العين، وأثناء تجوالنا بكل تأكيد كان بصحبتنا منسق حلقتنا من وادي العين الأستاذ باسم بايمين، وأصر على أن نلبي دعوته في الحضور إلى بيته برفقة الطاقم بكل تأكيد لتناول أحد الوجبات التي تشتهر بها مدن وقرى وادي حضرموت وتحديدا أيضا منها وادي العين. فلبينا الدعوة مع الطاقم وأتينا إلى بيت الأستاذ باسم. مرحبا بك الأستاذ باسم، وشاكرين لك دعوتك لنا. حياكم الله وشرفتونا ونورتونا، وهذا بيتكم الثاني وهذه منطقتكم الثانية، وأنتم اللي شرفتونا ونورتونا إن شاء الله. حياكم الله. أستاذ باسم، ما شاء الله أول ما دخلنا برفقة الطاقم ما شاء الله شفنا السفرة ممتدة بهذا الطبق الجميل، فممكن حتى أعطي نحن فكرة عن هذا الطبق؟ طيب أولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه طبق يسمى العصيد. طبعا هو طبق مشهور في وادي العين ومشهور في أغلب مدن مناطق وادي حضرموت، في أغلب مناطق وادي حضرموت. الطبق هذا يتكون من مجموعة من المكونات، في مكونات أساسية وفي مكونات متغيرة. المكونات الأساسية اللي هي الدقيق الأحمر، وفي الناس أضافوا له الدقيق الأبيض والتمر، بالإضافة إلى مكونات متغيرة، ممكن الحيدوان، ممكن في بعض المناطق يغيرون يحطون بلله البامية، لكن إحنا عندنا الحيدوان مادة أساسية، بالإضافة إلى زيت السمسم اللي هو الصليط، اسمه صليط المعصرة. وتضاف إليه إضافات خارجية مثل السكر، العسل، يضاف في بعض الأوقات القهوة أو الشريخ. طيب من أول ما شاء الله وأنت تتكلم وأنا أسألك، وحقيقة ربما الجوع بدأ هكذا وأنا حاب أن أنا أتذوق هذا الطعم، لكن من بعدك يعني حتى ممكن حتري مشاهدينا هل أو كيف الطريقة المناسبة يعني بتناول العصيد. أولا حياكم الله، تفضلوا على الذا. فالعصيد عندنا إحنا تأكل باليد، في بعض المناطق وبعض الناس يأكلونها بالمعلقة، لكن إحنا عندنا نأكلها باليد، تأكل بالطريقة هذه. كثيرة هي الأشياء هنا التي في طريقها نحو الزوال والاندثار، من الحصون والآثار إلى الحرف، وليس انتهاء بالرقصات والغناء. ولعل من أبرز وأقدم الرقصات الشعبية الحضرمية رقصة البني مغراه، لكنها لم تعد تلعب ولم يعد نايها يعزف ألحانها في كثير من الديار الحضرمية،
هيا بنا نعيش الطرب والإيقاع الحضرمي الأصيل. تعد رقصة البني مغراة من الموروث الشعبي القديم والأصيل ومن أقدم الألوان الغنائية في حضرموت، وهذا اللون من الفن أصبح في وادي العين من الفنون الآيلة إلى الاندثار، فهو لا يكاد يسمع في الوقت الحاضر إلا فيما ندر. الغرض الأساسي من قصائد البني مغراه هو إثارة حماس الصيادين وقانصي الوعول أثناء رحلاتهم الموسمية إلى جبال وشعاب الأودية لصيد الوعول التي تقوم بها مجموعات الصيد المنظمة في شتاء كل عام، فتكون رقصة البني مغراه حاضرة في أوقات راحتهم وسمراتهم وكذا في احتفالات عودتهم. مرحبا بالأستاذ سالم با محمد باوزير، وحقيقة أداء كان جميل سواء كان من الأشعار أو من العازفين والراقصين وأيضا من جميع الحاضرين، فإن شاء الله كانت رقصة جميلة جدا، أبدعتم وما تحفتمونا، حياك الله أستاذ محمد. الله يحييك ويبارك أستاذ سالم. طيب بالبداية أستاذ سالم، معروف أن رقصة البني مغراة من الرقصات الفلكلورية التراثية الشعبية عندكم هنا في وادي العين، ولكنها للأسف بدأت في الانقراض، هل لذلك علاقة مثلا بقلة الصيد أو برحلات القنيص؟ وممكن أيضا أنك تعطينا فكرة عامة عن رقصة البني مغراة. بالنسبة لرقصة البني مغراة، كما أشرت أنت في المقدمة على أنها رقصة شعبية وتعتبر يعني من فن أصيل، بالنسبة لنا نعتبره فن مستقل بحد ذاته وحاضر في كافة المناسبات، هذا في الزمن القديم. يعني في الفترة الأخيرة بدأ في الاندثار بحكم حفظة الشعر، ولكن أكثر ارتباط كان قديما بقنيص الوعول أو صيد الوعول. ويعني نأخذ فكرة عن الرقصة بشكل عام، إنه يعتمد في الشاعر اللي يكتب قصائدها القصائد المطولة يسمونها مسرحة، المسرحات يعني ممكن حتى تأتي من بلد الاغتراب اللي هم عايشين في البلاد وسافروا الاغتراب، يرسل لك قصيدة مطولة ويشترحون على بني مغراه صاحبها الهاجر كما يسمونها الطبل والمرواس، ومغني يشترط فيه أن يكون حافظ ومجيد القصائد الشعرية الطويلة وشاعر ربما حتى يكون كلماتك أو من كلمات غيرها قد يكون هكذا، ولكن أكثر شيء يعني هم يأخذون القصائد جاهزة يحفظها عن الصيد، ممكن تعبر عن لسان حال الواقع الاجتماعي مثلا عادات وتقاليد في الأفراح والمناسبات هكذا. طيب ممكن أو كيف أستاذ سالم نحن نعيد انتشار هذه الرقصة بين الأجيال خصوصا الأجيال الصاعدة، ربما أنها بما أنها بدأت بالانقراض وربما الأجيال بدأوا يهملون مثل هذه العادات، كيف نحن ممكن نعيد انتشارها؟ وأيضا هل ممكن نحن نطور مثلا من ناحية الألحان، من ناحية الأشعار، من ناحية المغنين الراقصين، هل بإمكانية التطوير؟ أكيد. بالنسبة لرقصة بني مغراة، إذا أردنا نحافظ عليها يجب أن نعلم الجيل القادم كيف يعني يحفظ الأشعار القديمة، وحتى ممكن لا مانع أن يكون شاعر حديث يكتب على نفس اللحن حق بني مغراة، لأن هنا ألحان بني مغراة متعددة عندنا عدة ألوان، لكن الشائع والمتبقي منها لونين، ممكن احنا نعرض اللون الاول واللون الثاني بهذا النمط، ولكن كما قلنا يعني يحتاج انه يجب ان دائما نحافظ على الرقصه حتى تبقى رمز يعني البلاد يعني في المنطقه انها مستمره هذا بني مغراه، من خلال الاشعار من خلال اللحن، ممكن لا مانع احنا نطور حتى عليها الات، احنا غنينا هذه الرقصه بآلة العود وغنيناها بالمزمار حتى يعطي اريحيه للمؤدي والمغني انه يعني يستمع للعود ويستمع للمزمار ثم يدخل في الابيات.
تبدأ معظم القصائد المغناة في هذه الرقصة بلفظة بني مغراه، وتصاغ أبياتها بقافية واحدة وبرتم واحد، وقد تتجاوز عشرات الأبيات. وتعتمد رقصة بني مغراه على مغن يحفظ قصائد شعرية مطولة تسمى المسرحات، مواضيعها غزلية أو حماسية، وتتعلق بوصف رحلة الصيد، وتقدم بألحان عذبة وشجية لها رنين يستهوي قلوب السامعين، مع إيقاع الطبل والمرواس وحركات الراقصين وكسراتهم. عندما يتطابق الاسم مع المسمى يعيش الإنسان الحقيقة في أوضح صورها، ويشاهد التاريخ حاضراً والمنقرض حياً. هكذا كانت جوالنا، وهكذا شاهدنا بالعين وادي العين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.